عندوش علاقه في نظري بالسجل هذا، ولا البعض يحب يدخل المساجد في السجل هذا. انا بالنسبه لي قناعتي الخاصه ان المساجد اماكن للعباده. اي لكن تصير فيها تجاوزات اللي ما ساعدناش. التجاوزات يعالجها القانون. وثم شو مرجع بيناتنا؟ موقع القوانين بتاع بلاد. واضح. اذا كان انا في اي نشاط نعمله، مش كان في الجامعه، حتى في السوق، في الحمام، مش في السوق، اذا كان نخرق القانون ثم فصل يعاقبني. صحيح. لكن في نفس الوقت شو نقولوا احنا؟ نقولوا حريه المعتقد وحريه كذا، ووزير الشؤون الدينيه يتصرف في هذا الموضوع مثل ما كان يتصرف مدير اداره الشعائر الدينيه وقت اللي كانت في وزاره الداخليه. هذاك علاش المرجع هو القانون؟ هذاك علاش وجدت من الاول انا. معناها انا يفترض سكرت الموضوع، قلت لك المرجع هو القانون. لكن وزاره الشؤون الدينيه حتى مواضيع الخطب ولات الخطب يعني تبع فيها ستاندار. رجعنا لوضعيه سابقه اللي هي انه وزير الشؤون الدينيه هو اللي يملي على الائمه والوعاظ شنو اللي نجموا يعمل. انا رايي الخاص بالدستور اللي عندنا وبالقوانين اللي عندنا لم نعد نحتاج لوزاره الشؤون الدينيه، ما عادش نحتاجوها اصلا.